حياكم الله على بلاير ون مع لاعبكم المعتاد محمد جفري. وفي هذا الفيديو مثل ما انتم شايفين اخيرا راح يكون لنا تجربة لرحلة ايلوي للغرب المحرم، والشكر موصول طبعا لبلاي ستيشن السعودية على توفيرهم نسخة للمراجعة لبلاير ون. لكن بما اني افضل كالعادة ومثل ما انتم عارفين على القناة اني اخذ وقتي في تختيم الالعاب، وما افضل اني اختمها بشكل مستعجل وبسرعة عشان اقدر استمتع فيها بالشكل الصحيح، وفي نفس الوقت اقدر اقيم التجربة بدون ضغوطات وبدون استعجال. فلهذا السبب حبيت اني اليوم ومع السماح بنشر لقطات وتجارب ومراجعات اللعبة، فحبيت اني على الاقل اشارككم تجربة وانطباعات اولية، مع التشديد انه الفيديو ما فيه له اي حرق للقصة او اي شيء رئيسي ومهم. ولهذا السبب وعلى غير عادة مقاطع تجارب الالعاب على القناة، فضلت اني اسوي مونتاج خفيف واحذف المقاطع اللي ممكن يكون فيها اي حرق عليكم، لكن الوصف على التجربة واللي بيحصل والاحداث راح يكون مثل المعتاد بشكل عفوي وبدون نص مسبق، والوضع بيكون استكشاف للعالم المفتوح وبنشوف بعض الانشطة الموجودة فيه بالاضافة للقتال واستعراض لأحد المهام الجانبية. أما عن المراجعة الدقيقة والشاملة فبإذن الله ما راح تطول، وبتكون أيضا في الأيام القادمة. هذا بالإضافة إلى أنه بإذن الله الشهر القادم بعد ما الكثير يلعبوا اللعبة وتبدأ تسير ما في أشياء كثير ممكن تنحرق، فراح يكون في ملخص كامل للقصة والأحداث وكل الأشياء المهمة اللي حصلت في رحلة إيلوي الرائعة جدا. وبدون ما نطول أكثر في الكلام خلونا نبدأ باستكشاف الجزء الثاني من هورايزن. الاستعراض اللي راح نشوفه اليوم مثل ما انتم شايفين راح يكون في قرية راح تواجهها في بداية رحلتك في الغرب المحرم، وحتى قبل ما توصل لحدود الغرب المحرم، والمعروفة بقرية اسمها تشيز كريب. ومثل ما انتم شايفين الوضع من ناحية الجمال البصري فراح يسبب لك صدمة ومن اول اللحظات من تشغيل اللعبة، وخصوصا طبعا الكلام على البلاي ستيشن 5، لانه الاضاءة والمؤثرات البصرية عموما للضباب والضوء والانيميشن الخاص بالشخصيات فحاجة فخمة ومن اول الثواني راح تلاحظها، وهذا الجمال البصري الجميل جدا ومن البداية راح يخليك بس تبغى تقعد تستكشف وتصير تبغى تمشي حتى على اقل من مهلك، سواء في السباحة ولا المشي ولا الجري ولا ركوب الحيوانات. في كل الأحوال الوضع جدا جميل بصريا، العنصر اللي يعتبر جدا مهم صراحة في لعبة استكشاف وعالم مفتوح وتخلي الاستكشاف أكثر متعة. هذا بدون حتى ما نتكلم على الأدوات الجديدة اللي بتكون معاك مثل ويند جلايدر مثل ما انتم شايفين، واللي راح تخلي قطع مسافات طويلة شيء جدا سهل وسريع وجميل أيضا. واحدة من الأشياء اللي جدا جميلة ولاحظتها حوالي في أول ساعتين أو ثلاث ساعات من اللعب، فهي أنه الظاهر أنه العالم راح يكون فيه الكثير من الأحداث الديناميكية. فمثل ما انتم شايفين هنا وانا بتمشى ورايح لاحد المهام الرئيسية، في الطريق واجهني احد الروبوتات اللي بيهجم على احد السكان في المنطقة، وطبعا ما هي مهمة او ما هي شيء رئيسي لازم تسويه، لكن حبيت اني اساعد العالم ونروح نشوف ايش اللي بيحصل. فاضطرينا اننا نقاتل هذا المخلوق الغريب والجديد الظاهر في هذا الجزء، واللي مثل ما انتم شايفين في القتال مباشرة من الاشياء اللي راح تلاحظها كاضافات ايضا انه المؤثرات البصرية الخاصة بالعناصر مثل الثلج او الحمض او النار فايضا جدا جميلة وتزيد من عنصر الاستمتاع بشكل عام. وبصراحة من البداية يعني هذه حتى ما حيحتاج لها مراجعة مفصلة، موضوع الرسومات والامور البصرية على البلاي ستيشن 5 فهي من اجمل العاب العالم المفتوح، واذا مو من اجمل التجارب يعني بصراحة عموما، لأن استوديو غوريلا جدا أبدع في نسخة الجيل الجديد. وجدا جدا متحمس على الساعات القادمة. عموما مثل ما انتم شايفين بعد ما تخلص في أيضا في هذا اللي فاجأني في الموضوع هنا، إنه هذا الحدث الديناميكي والعادي اللي ممكن حتى ما تسويه تم تخصيص له مشاهد سينمائية وحوارات مع الناس اللي أنقذتهم وتمثيل صوتي، ومو فقط شكر وتفضل هديتك وروح كمل استكشاف. فهذا الشيء من البداية اداني شعور انه فيه حيكون اهتمام اكثر من دقيق في كل التفاصيل، لانه اذا حدث بسيط مثل هذا في مجرد استكشاف ديناميكي وما هو حتى مؤثر باي شكل على اي قصة من القصص فيتم الاهتمام به بهذا الشكل، فهذا جانب جدا مبشر. وحاب اذكر طبعا اني الى الان انا ما ختمت التجربه ولا حتى قريب من هذا الشيء، ما زلت حوالي في ال 15 20 ساعه الاولى، وجميع اللقطات اللي بتشوفوها كانت في حوالي في اول 4-5 ساعات من التجربه، لانه صراحه جدا يهمني اني ما احرق عليكم الاحداث والقصه وحتى المهمات، لانه من البدايه في اشياء مهمه جدا راح تحصل معك، والوضع استكمال مباشر لقصة الجزء الماضي، فأعيد وأشدد مدى أهمية هذا الشيء إنك ترجع تشوف قصة الجزء الماضي.
طيب هنا بعد ما خلصت انقذت الجماعة الطيبين هذول، لفيت لقيت هذا المنظر الجميل جدا لأحد المباني من زمن القدماء، واللي على طول شدني. فبدون ما انتبه على الخريطة او انتبه لشيء، قربت منه لقيت هنا في نشاط، في شيء ممكن تسويه. فبالتالي بديت استكشف، بديت اشوف ايش فيه، بديت ابغى اعرف ايش هذا المكان. اكتشفت انه راح يكون في العالم في اشياء تستكشفها، وفي العالم في انشطة جدا كثير وجدا ممتعة، من ضمنها اللي انتم شايفينه، استكشاف الانقاض الاثرية القديمة. والممتع في الموضوع انه استكشافها مو مجرد يعني تروح تفك مكان او بمفتاح او خلاص، لا، الوضع لازم تركز، لازم تحل الغاز. صراحة من البداية واضح انه راح يكون فيها ابداع وتنوع، لانه هذا تقريبا من اول المباني اللي راح تواجهها وتستكشفها. ولاحظت انه اللغز ما كان بالبساطة صراحة، وما كان بالصعوبة، كان فيه تفكير، بس تفكير جميل يحتاج انك تتعود على الادوات الجديدة اللي معك، الادوات الجديدة والكثيرة جدا، واللي راح نشوف الان واحدة منهم. فمن بداية اللعبة تقريبا راح يكون عندك الخطاف. الخطاف راح يساعدك سواء في حل الغاز مثل ما انتم شايفين، انك تستخدمه في جلب اجسام معينه لك، او حتى تستخدمه في التنقل، في انك تطير لبعض الاجسام، او ولي استخدامات ايضا اخرى، واداه مهمه جدا، ومن الادوات اللي تجيك في البدايه، وفي ادوات جدا كثيره حتجيك. والواضح يعني حسب ما لعبت لحد الان انه كل هذه الادوات حتساعدنا في حل الالغاز، في الاستكشاف، في التنقل، وفي القتال، لانه حتى في القتال ممكن التنقل السريع وتغيير مكانك يساعدك انك تنجو من قتالات صعبه. وللعلم ايضا، لاني دائما افضل يكون اي لعبه العبها افضل يكون فيها نوع من التحدي والصعوبه، فانا بلعب على مستوى الهارد. الشيء اللي صراحه ما عندي مشكله فيه، خصوصا بعد ما ختمنا سيفو اللي كانت يعني بصراحه معاناة ومتعة. لكن حتى هنا حتلاحظوا في اكثر من لقطة اني بدل ما اضغط المثلث عشان امسك الاشياء، بضغط الدويرة كتعود لسه ما زلت عليه من سيف. عموما هنا طبعا عدلت شويتين لان استغرقت وقت حتى اطول من اللي انتم شايفينه، لين ما استوعبت بالضبط ايش اللي لازم اسويه. فحنشوف الان الطريق الى فوق مغلق، فبالتالي لازم تلاقي حل عشان تقدر تتسلق ونقدر نفك الباب اللي في الانقاض الاثرية. المكان هذا على فكرة المفروض انه كان فندق في زمن القدماء قبل الاف السنين. واللي يهمك تعرف يعني طبعا القصة، فمثل ما ذكرت في باقي الفيديوهات انه الملخص الخاص بالجزء الاول موجود على القناة. ايضا في له ملخص فروزن وايلدز الاضافة، واللي ايضا احداثها وقصتها تلعب دور في الجزء الثاني من هورايزن. بصراحة جدا عاجبني ايضا انه الوضع استكمال مباشر للقصة، مش بعد 20 سنة ولا بعد 5 سنين، مباشرة انت في نفس المود وفي نفس الاحداث ومستوعب ايش اللي بيحصل. والظاهر انه الوضع في القصة جدا مبشر بدون ما اتكلم اكثر. طيب زي ما شفتوا اضطرينا نسوي فورم في الارض عشان نجيب الصندوق اللي كان معانا في الغرفة اللي فاتت، ونستخدمه في التسلق عشان نقدر عشان نقدر نحل اللغز ونفك الباب. وعلى الكلام على التسلق، فايضا واحدة من الاشياء اللي مباشرة راح تلاحظ انه تم تحسينها مع امكانية ايلوي انها تتسلق حواف اكثر، ومش بنفس يعني الجزء الاول كان احد العيوب فيه بصراحه هو تسلق وقتال البشر وذكرتها. فعلى ما يبدو انه هذه من الاشياء اللي تم تحسينها. الان هنا عشان ما نركز ونطيح ونضطر نعيد، هذا هو المفتاح. طبعا اللي يزيد جمال شعور المغامرة يا جماعة هو الموسيقى اللي المعمولة وانت بتستكشف او انت بتقاتل او وقت الحماس، كلها تخليك تحس يعني الحالة تخليك تحس انك انت في مغامرة. عموما مثل ما ذكرت الوضع جدا مبشر في بداية اللعبة بصراحة، وجدا متحمس على ما هو قادم،
وشهر شهر ناري بصراحة لحد الآن. داينغ لايت كانت تجربة جميلة، سيفو كانت تجربة جميلة، والآن رايزن، وما زال في إلدر رينج، وهذا لسه في الشهر الثاني 2022. طيب أخيرا بعد ما حلينا الألغاز البسيطة اللي شفتوها في أول الأثار القديمة في اللعبة، حصلت على صراحة شيء ما أعرف إيش فوائده لسه، لكن أكيد راح يكون لي فائدة قدام وراح نستكشفها في وقت لاحق، حتى يكون أنتم ما أنتم عارفين مثلي إيش اللي راح يحصل أو إيش فائدة هذه الأدوات. بعد ما شفنا شوية من الاستكشاف وحل ألغاز العالم البيئية، خلونا نشوف الضرب والقتال، واللي مثل ما ذكرت وإحنا بنسوي الحروب الديناميكية، من الأشياء اللي راح تلاحظها مباشرة إنه بصرياً على البلايستيشن 5 طبعاً الكلام صار أكثر دقة في التفاصيل، الهياكل الخاصة بالآلات وهي تتدمر، المؤثرات الخاصة بالعناصر أجمل، أصوات الأعداء، وطبعاً من البداية راح تواجه روبوتات جديدة مثل ما أنتم شايفين. في الروبوت الثاني صراحة لسه مش حافظ الأسامي، ما عدا اسم واحد البريس الباك أتوقع. ففي كثير من الروبوتات الجديدة والتحديات الجديدة الجميلة، هذا غير الظاهر انه راح يكون في معانا كمية كبيرة جدا من الاسلحة، تنوع كبير في هذا الجانب عن الجزء الماضي، وتنوع ايضا في موضوع المهارات، شجرة المهارات جدا عميقة وجدا تدعم اي اسلوب لعب انت تفضله بمعنى الكلمة. وما زلت حتى انا يعني بعد 15-20 ساعة لعب تقريبا مثل ما ذكرت، احس اني ما لمست حتى السطح من الاشياء اللي ما زالت قادمة. هذا احد القتالات اللي كان سريع ومدمر لاني قدرت استخدم كل العناصر الصحيحة، لانه زي ما انتم عارفين كل روبوت له نقاط ضعف، اماكن معينة اذا فصلتها عن جسمه فراح يضعف، وايضا في نوع العناصر يفضل انك تضربه في العناصر اللي هو ضعيف ضدها وتتفادى العناصر اللي هو طبعا قوي ضدها. طبعا التسلل ايضا والتخفي جزء موجود، مو كل شيء لازم يكون قتال مباشر مثل ما انتم شايفين. وايضا في مهارات كثيرة يمديك تستخدمها خاصة فقط بالتسلل والتخفي اذا انت مثل هذا النوع من اللاعبين. اما الحين خليكم تشوفوا يعني لمحة عن الانيميشن لمهمة جانبية جدا وما هي رئيسية باي شكل من الاشكال، فهذه من الاشياء اللي راح تبهرك من بداية اللعبة. You look like someone who's always searching for a new weapon. Am I right? Actually, I... Could you just not? I am with a customer. I'm not a customer. I got it! Triple the powder. It'll blow a Strider sky high. Ba-boom. One-shot kill. Guaranteed. Maybe I am. Then you are in the right place at the right time, Red. How would you like to be the proud owner of the world's first machine-enhanced... Explosive, done-in-one, machine-wrecking. Yet perfectly safe, javelin thrower. Are you two from around here? Nah, the claim. Dad sent us out west in search of some unknown opportunity. Said we'll know it when we see it. Sounds like you had other ideas. Let's just say that opening another trading post for my parents isn't how I want to make my mark in this world. I imagine traveling alone must be nice. So she's your partner? My apprentice. And my sister. She's why we're out here. There was an incident. Another incident. Involving explosives? Ba-boom! And Dad's precious homebrew. He shipped us out the next day. Huh. Tell me more about this weapon of yours. Saw a scroll when I was a kid by some Karja scholar who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of javelin thrower. Effective? Yes. Basic? Undoubtedly. But coming out here made me remember it. And I am on the brink of vastly improving the tool's archaic design. Whereas I will perfect it. I can use machine parts to enhance the user's throw, increase the projectile's velocity. Well, Boomer here is adamant that enhancing the projectile is better. Namely with explosive tips. Boomsticks. Why not both? That could work.
There's one small snag. I need the parts to make the first working model. Well, for starters, I'll need charger horns. Intact. Yeah, that. Just be sure to shoot them off before the machine goes down. Otherwise, they break. But the real innovation, keep it to yourself, is a fang horn rib. There's a mean one east of here. Blow it sky high. Boomer! You get him for me. It's yours. My treat. You have a deal. مثل ما انتم شايفين هذه احد المهام الجانبية. بالصدفة قابلت هذول الاختين يبغوك تساعدهم في جمع مواد والمقابل يدوك سلاح. فلاحظت انه مهمة مش غلط نسويها. محتاجين اي سلاح يساعدنا في مهمتنا. بس بشكل عام ابغى احب اقول عن المهمات الجانبية من اللي لعبته لحد الان. انه في بعضها كان جدا جميل ومهم وعميق ولي علاقة مباشرة بقصص وحدات هورايزن. وما هي مجرد مهمات عشان تعبي الوقت وتزيد من مدة لعب اللاعب. فأنصحك جدا انك تاخذ وقتك في كل منطقة توصلها في انك تشوف المهمات الجانبية وتشوف اللي تقدر تسويه. وخصوصا انها مرتبة ومقسمة بشكل جدا جميل. وقائمة المهام بشكل عام جدا نظيفة وجميلة وحتساعدك تعرف ايش المهمة الجانبية وايش الرئيسية وايش النشاط وايش التعاقدات والكثير غيرها من الأنشطة الممتعة الموجودة اللي حتى ما زلت ما اكتشفت اكثر من نصها. فنرجع لهذه المهمة اللي طلبونا منها ناخذ قرون الشارجر قبل ما يموت اتوقع قالت. فبالتالي هذا بالضبط اللي قاعد احاول اسويه هنا. طبعا يعني بشكل عام القصة العامة في الجزء الثاني هو انه ايلوي ما زالت في مهمتها من الجزء الماضي في انقاذ العالم من وباء احمر منتشر. وفي هذه الرحلة لازم تروح لمناطق الغرب المحرم المحظورة وتكتشف قبائلها المختلفة في عاداتهم وتقاليدهم وتقابل شخصيات قديمة وجديدة. فهذه المغامرة اللي المفروض تكون ملحمية واللي لحد الآن ملحمية فعلا بدون ما أغوص أكثر في القصة. المهم أنهينا هنا على موضوع التشارجر وجمعنا الأشياء الأولية اللي طلبوها مننا الأختين. طبعا استدعاء الحصان وفي الاشياء كلها اللي كانت موجوده في الجزء الاول مثل التجاوز الروبوتات ما زالت موجوده لكن تحتاج تتعلم اشياء معينه عشان تقدر تتجاوزهم. اما الشارجر بيكون مفتوح لك تقريبا من البدايه. وهذه من الاشياء الجميله انه ما بتلعب بايلوي من الصفر، لا بتلعب بايلوي اللي صارت اكثر خبره، صارت اكثر تمرس، صارت اكثر ثقه. فهذه كلها عناصر ايضا من البداية راح تلاحظها. ومن البداية عجبتني انه ما زلنا احنا ايلوي الاسطورية اللي انقذت العالم قبل 6 شهور، ما هي شخصية جديدة لسه لازم تتعلم كل شيء من جديد. لكن هذا ما يعني انه ما في الكثير من الاشياء اللي لازم تتعلمها، لانه زي ما ايلوي صارت اكثر خبرة وتمرس العالم صار اكثر خطورة والاعداء ايضا صاروا اكثر تنوع وذكاء. ايضا هذه خاصيه من الجزء الاول اللي هي الفوكس، تقدر وانصحك دائما تسويها خصوصا اذا بتلعب على الصعب او ناوي تختمها على اصعب من الصعب اللي هو اتوقع ينفتح بعد التختيم. فدائما الفوكس اختيار مهم سواء بتستكشف اماكن او بتستكشف عن الاعداء وتعرف نقاط ضعفهم. لانه حتى في بعض الاماكن هنا طبعا للاسف حاولت اني اتسلل من وراه لكن ما ضبطت واضطرينا نتحول للقتال المباشر. لكن مو غلط شخصيا صراحة القتال في هورايزن يعجبني أكثر من التسلل، وإن كان في هذا الجزء ما غصت في التسلل بما فيه الكفاية عشان أحكم، عشان أكون واضح وصريح ما زلت أنا في البداية. لكن كانطباعات أولية واضح إنه في اهتمام أكبر في التسلل مع تقديم مهارات أكثر، لكن ما زلت ما استكشفتها. وبشكل عام دائما في كل الألعاب تقريبا القتال والأكشن هو اللي يحمسنا، خصوصا مع هذه المؤثرات والأسلحة الأكثر اللي تتوفر تحت يد إيلوي والحركات الخاصة الجديدة اللي بصراحة ايضا ما زلت بتعلمها وما زلت بعرف كيف الطريقة الافضل لاستخدامها. هذا غير اني ما زلت جالس احاول اتعلم انه في القتال تستخدم الجلايدر او تستخدم الفطاف في انك تتنقل من مكان لمكان، لانه المخ مبرمج ما زال على قتال الجزء الاول.
مثل ما انتم شايفين لما تلعب على الصعب يبغالك ايش؟ يبغالك تركز فعلا، لانه بصراحه كنت احيانا بموت من ضربتين ثلاثه لما ما بفقد التركيز، وبالتالي كنت بركز الان اني احاول افك الاجزاء اللي عليها الكلام. لكن الاخ هذا ابو قرون مزعج جدا. ايضا احب اقول لك انه من يوم ما تبدا بدايه اللعبه فراح تحصل ايضا مفاجآت جميله من ناحيه قتالات الروبوتات بشكل جدا جميل بصراحه. لكن ما راح اغوص اكثر، لاني شخصيا احب انه مثل ما انا استمتعت بالمفاجآت اللي شفتها والاحداث والاشياء اللي اكتشفتها، احب انه ايضا انت اذا ناوي تلعبها يصير لك هذا الشيء. اتوقع الان وهنا كنت حسبته انه انتهى ورايح قال لك اجمع الاجزاء خلاص، لكن من حسن الحظ قدرنا نهرب. واتوقع انه كذا نكون جمعنا كل المواد المطلوبة من الاختين لصنع سلاحنا الجديد. عموما الان بعد ما جمعنا كل الاجزاء اللي طلبوها الاختين لتصنيع السلاح لنا، رجعنا للقرية اللي قلت لكم تابعة لقبيلة الاوزرام اسمها تشين سكريب، وهي من اوائل المناطق اللي راح تواجهها في رحلتك باتجاه الغرب المحرم. هذا لسه احنا ما عدينا حدود الغرب المحرم للمعلومية. I know that look. You've got all the parts, haven't you? Here you go. Outstanding. I only need a few minutes to finish the prototype. I'll take the version that won't blow my arms off. Thanks. Hi. So did you blow up any machines to get the parts? Or any bandits? You really like explosions, huh? Here we go. With the boomsticks? Oh, you betcha. Is it safe? Probably. Can I have one? No. طيب اعطونا سلاحنا الجديد وراح اشوف بعدين اذا هو فعلا سلاح قوي وكان يستاهل هذا هذا المجهود ولا لا. عموما راح اكتفي اليوم بهذا القدر، واتمنى اني اكون اعطيتكم ولو لمحة عن عالم هورايزن الجميل والكبير جدا، وكل الاشياء اللي ممكن تتوقعها تكون موجودة فيه. فمن استكشاف لأحد الأنقاض الأثرية وشوية قتال على استعراض المهمة جانبية، وأتمنى أن يكون من خلال هذه التجربة والاستعراض المطول قدرت أوصل لكم انطباعاتي الأولية اللي بصراحة فأغلبها جدا 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 إيجابية، والحماس جدا عالي على ما هو قادم. ومثل ما ذكرت تقدروا تتوقعوا في الأيام القادمة المراجعة المفصلة بإذن الله. ومرة ثانية كل الشكر لبلاي ستيشن السعودية على توفيرهم النسخة وعلى ثقتهم فينا وفي التعاون مع بلاير ون. وأيضا مثل ما ذكرت على البداية فالشهر القادم بيكون في ملخص كامل للقصة والأحداث للي حاب يتفرج عليها بعد ما يكون عدى الوقت الكافي بإذن الله. لكن الآن أرجع للغرب المحرم، وكالعادة شكرا على المشاهدة.